فاول شيء حتى تسيطر على الاي سي جي تحتاج الى شنو؟ الى معرفه الورقه اللي بدك تقرا عليها، صح؟ ورقه الاي سي جي. فاكيد اغلبكم شايفين ورقه الاي سي جي، صح؟ من شنو مكونه؟ من مربعات. مربعات كبيره، مربعات صغيره، مثل ما تشوفون هذا مربع كبرناه، شفنا مربع كبير فيه ايضا مربع صغير. زين. هسه راح ارسم هذا المربع لان بدي بعض الاشياء اكتب. هذا خلي نفرض انه هذا شنو؟ مربع كبير. كل مربع كبير كم مربع صغير يحتوي؟ 5. كل مربع كبير كم مربع صغير؟ 25. 25. 1 2 3 4 5 5 5 5 25. واضح اخوي كنت ادرس فشفتوا الصوره نزلتها، فكنت اريد اقول له يعني شلون تحسب دقات القلب. فكان جالس بجنبي، فهو يعني كان طبعا عمره 12 سنه، فقلت له 300 على 6، قال لي 200. ايش هي 300 على 6 ايش قد؟ فخايف كنت مشغل شاشتي يوم تخطيط وما قلت بيشنت، فقلت له بس ركز، عندك 300 دينار بدك تقسمها على 6 اشخاص. قال لي 50. قلت له بالفلوس هات الارض. زين؟ فعموما يعني الاي سي جي هو المواضيع اللي نسمع به، مثلا تسمع ليفت اكسس ديفيشن، اكستريم اكسس ديفيشن. شوف شلون الموضوع الخطير هذا والصعب. هذا مستحيل افهم. انا من الناس اللي كنت بالمرحله الرابعه لما اسمع واحد يقول لي رايت اكسس ديفيشن تفضل اقرا لي، اقول له هذا الموضوع اصلا ولا اقترب منه، بس والله شفت انه الامور سهله مو صعبه. فخلونا هسه بالاساسيات. هذا مربع كبير يحتوي على كم مربع صغير؟ 25. اللي يهمنا طبعا هسه لازم نستنسخ شويه. اللي يهمنا انه هسه هذا 1 2 3 4 5. هسه خلي اعطيكم مثال او شغله بسيطه. خلي نفرض في عندنا فاره صغيره، ماوس صغيره، راح اسمي لكم اياها معنا. طبعا هذه يجوز مو شكل فاره بس افرضوها فاره. زين؟ هذه الفاره بدها تنطلق من هذا المكان وصولا الى نهايه المربع الكبير. فمنو يقول لي ايش قد الزمن، مقدار الزمن اللي تحتاج هذه الفارة حتى تبدي من هون إلى هون؟ شو هذا المقدار؟ 4.2. شو قد؟ 0.2. صح. 0.2 سكند. هذا الرقم مهم. يعني المربع الكبير مقدار الزمن شو قد؟ 0.2 من الثانية. زين، هسه أريدكم شوي تركزون وياي. يعني هذه الفارة نفسها. هذه الفارة ولا خروف؟ هذه الفارة قلنا إذا قطعت مربع واحد ايش قد تحتاج؟ 0.2. زين، إذا قطعت خمس مربعات 1 سكند. خمس مربعات. هسه المربع الواحد 0.2، صح؟ زين، إذا قطعت خمس مربعات ايش قد كان الزمن اللي قطعته نعتبره؟ 1 سكند. هذا 0.2. 0.2 0.2 0.2 راح تصير ايش قد؟ 1 سكند. الدماغ كم طبقة بيه؟ قشرة الدماغ كم طبقة بيه؟ 5 طبقات. هسه راح اسألكم سؤال، أريدكم تستخدمون لي بيه طبقات القشرة الدماغية الخمسة. إذا جاوبتوا راح تحلون نفسكم مشاكل كثيرة. خلي أعيد بس صياغة السؤال. هذه الفارة قطعت مربع واحد في 0.2، والخمس مربعات قطعتها كم من الزمن؟ 1 ثانية. زين، بعد دقيقة الفارة إذا مشت دقيقة أو 60 ثانية كم مربع تقطع؟ 60 ضرب 5 60 ضرب 5 60 ضرب 5 300 60 ضرب 5 300 هنا انت كطبيب هذا الرقم مطالب تعرفه، مو من شان تشرح لاحد هذا منين جاب 300، من شان تفهم من نفسك الاي سي جي. انا لما كنت بالعراق طريقه ال 300 مستخدمه في العراق، فسال الطبيب لما كنت ما اتذكر محادثات على الرابعه قلت له 300 شنو هذا؟ منين جاي؟ ليش نستخدمه؟ قال لي والله ما اعرف احرف اكيك يلا 300 خلص صاحي ما اعرف ليش. طبعا الطب ممكن اشياء تمشيها بدون ما تفهم، بس اذا فهمت
راح تتميز على الباقي، راح تصير طبيب ممتاز. تعرف في طبيب عادي مشي اموره، وفي طبيب لا ممتاز يعني تعرض عليه حاله بيجيبها صح. فهسه خلينا نعيد هذا التثمين من وين جاي، تخاف احد ما فهمها. هذه الفاره اذا قطعت مربع واحد الزمن ايش قد؟ 0.2. اذا قطعت خمس مربعات ايش قد الزمن؟ ثاني. زين احنا بدنا 60 ثانيه، بدنا دقيقه. فخمسه في 60 نقدر بالطريقه ننزل الصفر، 6 في 5 30 ايش قد راح يصير؟ 300. هذا الرقم الكل مفهوم؟ احد شويه ما يقتنع؟ اثنين نجد؟ زين عنده سؤال اساله عادي. فهذا 300، فهسه عرفنا الان 300 من وين جتي. طبعا راح تقولوا لي احنا شنو هاي الفاره نتكلم عنها؟ وقد ايش يجي نتكلم على الفاره نشرح على الفاره. طبعا هذه الفاره هي جهاز التخطيط، الابره اللي ترسم على الورقه، هذه بنرسم لك هيك بهالطريقه. سرعتها مثل سرعه الفاره بالضبط، بس حتى انتم تقرروا من الامور لكم. فهسه نبدي باول شغله مهمه. ف one large box المربع الكبير ايش قد مقداره؟ 0.20 او 0.2. المربع الصغير خلوه مثلا عندنا نرجع عليه بعدين. فهسه في خمس اشياء مهمه اذا بدنا طبعا اولا تخطيط القلب. اكو مشكله هواي تواجه الطلاب لما نعطي الواحد تخطيط قلب يمسك الورقه، واليوم صراحه ما صار فرصه اجيب لكم ورقه استنسخها، يمسك الورقه ما يعرف منين يدي، من الاي في ار، من جوا، من فوق، يشوف هيك ما يعرف شلون يدي. انت لازم كطبيب عندك خطه شلون تبدي، 1 2 3 4 5 في بالك موجوده، حتى شنو؟ يعني تجيب التشخيص صح. فهنا خمس خطوات هاي اساسيه ومهمه في انه اولا ترتب دماغك كيف الامور راح تمشي، ما تبدي هيك بشكل عشوائي وتضيع التشخيص منك. فاول نقطه ستيب 1 شنو؟ كالكوليتنج ريت، شوف كم دقه بالدقيقه؟ سريعه؟ بطيئه؟ هنا انا بسالكم سؤال، ايش قد دقات القلب الطبيعيه؟ 60 طبعا يعني من 70 او من 60 الى 100. هسه بسالكم سؤال، هل ممكن بيشنت يجي دقات القلب عنده 160 تعتبر طبيعيه؟ طبيعه اطفال من سن يوم الى 16 سنه هاي اطفال. فيا اطفال من صفر الى شهر تقريبا، هذه الفتره تكون دقات القلب ايش قد بيها؟ من 100 طبيعي هاي المرحله اللي تعرفوا من 100 الى 160. من صفر 30 يوم